شيء عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر يقسم إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. تم بحمد الله عز وجل وفضله ومنته وإحسانه في ليلة من 27 من شهر الله المحرم من عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الجامع الكبير في الرياض بعد قراءة نافت على 4 سنين ختم قراءة صحيح الإمام مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 لنيسابور وقد توفي كما قال أبو عبد الله الحاكم عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين ل65 من رجب سنة 61 و200 وهو ابن 55 سنة مما يفيد أن مولده كان في سنة 600 وكتاب مسلم المغروب هو المسمى بالمسند الصحيح 55 سنة عمره 55 سنة 206 وكتاب مسلم المقروء هو المسمى بالمسند الصحيح وذكر العراقي أن مسلم رحمه الله قد فرغ من كتابه الصحيح في سنة 50 و200 ثم أخذ يرميه على الناس حتى فرغ من ذلك لعشر خلون من رمضان سنة 57 و200 كما نص على ذلك الراوي عنه أبو إسحاق بن سفيان وقيل إن مسلما مات قبل أن يكمل كتابه قال ابن عساكر في أول كتابه الأطراف ثم سلك سبيل البخاري مسلم فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه وترتيبه وتصنيفه على قسمين ثم قال بعد ذلك فحال حلول المنية بينه وبين هذه الأمنية فمات قبل استتمام كتابه غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر قال ابن الصلاح هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث وقسم به قيل ذلك قال ابن الصلاح هذا الكتاب ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث وقسم به ووضع له خاصة سبق البخاري إلى ذلك ثم صلى مسلم ثم لم يلحقه ما لاحق وكتابهما أصح ما صنفه المصنفون وقال ابن حجر حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح مسلم بن الحجاج وذلك لما اختص به من جمع وكان يفضله على صحيح مسلم على صحيح محمد بن إسماعيل وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شقوة وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان الله المعطي الوهاب وقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع وقال مكي بن عبدان النيسابوري سمعت مسلم بن الحجاج يقول لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة للحديث فمدارهم على هذا المسند يعني كتابه المسند الصحيح وقال مسلم عرفت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي فكثر ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته وقال مسلم أيضا ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة وقد روى مسلم في كتابه نحو من 4,000 حديث
من غير المكرر، وبالمكرر 12,000 حديث، وقد روى في هذا الصحيح عن 217 شيخا، وفيه أحاديث رباعية وهي أعلى ما فيه، مع أنه روى خارج الصحيح ثلاثيات، وأنزل ما فيه التساعيات، وعددها 7 أحاديث، وفيه 14 حديثا مقطوعا. ليس فيه ثلاثيات وإنما رباعيات. وفيه 14 حديثا مقطوعة الإسناد، ذكرها أبو عبد الله المازري، وتتبعها رشيد الدين العطار في غرر الفوائد، وأعلى شيوخه إسنادا من حدثه عن شعبة والثوري من أواسط أتباع التابعين كمحمد بن يوسف وغيره. وقد وصلنا الصحيح من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، وفيه زيادات في 12 موضعا من الراوي أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عنه، وغالب زياداته في متابعات الأسانيد، ومن زياداته ما ذكر في كتاب الصلاة. قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، أي أن فيه ضعفا، فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة. فقال مسلم: هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصته. فقال: هو عندي صحيح. قال: لم لم تضعه ها هنا؟ قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. وهذه الزيادة من نفائس الزيادات في مصدر في منهج مسلم في كتابه. قيل إن مراد مسلم رحمه الله تعالى في قوله: إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه، ما أجمع عليه الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، وسعيد بن منصور، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن أبي شيبة، وقيل غير ذلك. وقد افتتح مسلم كتابه الصحيح بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،